اهلا بيكم في حلقه جديده من هاني ومريان في بلاد الامريكان. النهارده هنتكلم على يميش رمضان. في مجموعه كتير انا هاخده النهارده من كاسكو. زي ما متعودين كل سنه بنعمل حلقات عن يميش رمضان. طبعا السنه دي هيبقى مختلفه، طبعا الاسعار غاليه فهنتكلم عليه. هنحاول نجيب من كاسكو ومن بي جي ومن والمارت. اوكي فتعالوا نشوف ده ميكس ناتس، ده موجود جديد في وولمارت، في كاسكو. عباره عن ميكس ناتس، في فول سوداني وكاجو ونوع من انواع البريتزل. ده موجود ب $11. اوكي ب $11 $89. ده اللي هو اللي احنا بنقولها كانستناء، حاجه زي كده. دي برده موجوده هنا بس انا مش لاقي لها سعرها بكام. برده في حاجه انا عايزه ده برده ميكس، بس ده فيه شوكولاته وام ان ام وفول سوداني والكلام ده. انا عايزه اوريه لكم ده الكاجو. الكاجو ده اهو، انا بحاول اجيب الكاميرا واخديها اهو. الكاجو ده ب $10.49. ده زي حلاوه المول، ده زي الهلفوليه والحمصيه، ده اقرب حاجه لمصر بس ده كاجو. ماشي. في انواع ميكس، ده برضو ده نوع تاني من انواع الميكس للمكسرات. ده بندق ولوز وفستق وعين جمل، يبقى ده كل ده مكسرات. ده المكسرات دي بتبقى يا اما مالحه او يعني فيها مسكر. ده يعني مثلا ده كيس ال 5 باوند فول سوداني، ده كيس فول سوداني اهو ب $5. ماشي. ده اللوز، واللوز ده مملح، مش معمول له سيزون، مملح بالسي سولت. ده معمول ب $11.49 2.5 باوند. انا همشي معاكم على قد ما اقدر، ان انا هوريكم الاسعار وهاو ميني باوند عشان هنعمل عليها مقارنه فيما بعد. ده برضو البيكان اللي هو مش عين الجمل، اللي هو زي بيسموه الجوز ممكن. ده 2.5 باوند برضو ب $14، وده شكل برطمان بس ده مش حادق، ده مسكر. ده اللي هو زي ده سويت اهو، مكتوب عليه سويت. اوكي. ده المكادينيا برضو، دي برضو مملحة بالملح. الكيس اهو تقريبا باوند ونص ب $18.79. ده الفستق المتقشر، ده ماركة كاسكو. الفستق المتقشر ومعمول له روستد وسولتد. خلي بالكم في حاجات مش معموله روستد، يعني حاجات مش متحمصه، فنخلي بالنا من الحكايه دي. ده ثمنه $15.79. الكنستنا اللي انا كنت بقول عليه ثمنه $6.99، وده اورجانيك $6.99، وده اورجانيك. الفستق بتاع كاسكو، وده من احلى انواع الفستق اللي هتدوقوها هنا في امريكا. ده ثمنه $15.99 ل3 باوند، وده روستد ومتملح. اوكي ده الكيسة، وده اللي هو بالفلفل الاسود بس ده اغلى شويه. هقول لكم هو ب 18 تقريبا او ب 19، هقول لكم لما نوصل. ده الكاجو، وبرده ده مش مملح. الكاجو ده مش مملح، وده ثمنه $15.79. السعر بيختلف من ولايه لولايه ومن مكان لمكان. اوكي ده برضو كاجو ميك، يعني ده الكاجو بس. ده الميكس بيبقى عين جمل وفستق ولوز وكده، علبه مع بعضها ميكس. وده مش مملح، ثمنه $15.99 اهو. ده المملح الميكس ناتس المملح، وده اللي حلو ده انا بجيبه ب $15.99. ده البرايم بتاع كاسكو. الكاجو ده برضو من الحاجات الحلوه اللي في الكيس، وارخص من اللي في برطمان، اللي هو العلبه الحمراء دي ثمنها $14 $13.99، وده 2.5 باوند، وده كاجو مملح. ماشي. هنا ده اللي احنا قلت عليه بالفلفل الاسود، ده ثمنه $18.59، وده اللي فيه فول سوري اللي فيه ملح وفلفل اسود. تعالوا نكمل نشوف بقيه الحاجات اللي موجوده، هقفل وارجع لكم تاني. برضه مكملين في الانواع، فده الاورجانيك التين الاورجانيك المجفف بقى. ده مجفف، ده اللي هو اليميش المجفف. ده 2.5 باوند، يعني تقريبا كيلو وحاجه بسيطه، ثمنه $9.89. اوكي. في طبعا عندهم حاجات تانية، خوخ مجفف، الناس اللي بتاخد خوخ مانجا، ده بطيخ، ده اللي هو التوت. ده انواع مختلفه، فانا عارفه ان احنا مثلا بنهتم في رمضان بالتين وبالبلح. ادي البلح اهو يا جماعه، ده نوع بلح على حسب كمان الفرع. لو فرع فيه هنود كتير او ناس من باكستان كتير، هتلاقي فيه الحاجات دي موجوده اكتر.
ده بلح وده اورجانيك برضو، ده الاتنين ونص باوند بتسعة دولار 89. اوكي فبرضو هكمل معاكم في بقية الحاجة هناك وهوريكم اللي ممكن نجيبه في رمضان. ده برضو حاجة ممكن نشبهها بالقراصية، هو اسمه ايه بلامز، ده البلامز الاتنين تلاتة ونص باوند بعشر دولار، وده سعره حلو ومن الحاجات الحلوة اللي انا بحبه يعني بصراحة، يعني بحس ان هو زي التين، هو قريب من التين وقريب من العجوة مع بعض يعني. وبرضو مكملين في حاجة، في شوية من حاجات من اليميش، ده الزبيب، الزبيب ده بحداشر دولار 49 اهو، وده كام باوند، ده 4 باوند. الزبيب ده اسود مش فاتح، يعني الزبيب ده لونه غامق مش فاتح، وده اورجانيك، وده يعني ماركه كاسكو المعروفه يعني تلاقيها هنا، مش ماركه كاسكو طبعا، دي يعني الكاسكو بيجيبه لان حاجه كاسكو ما بتتغيرش يعني، ودي من انضف الماركات على فكره. بس انا ما بحبنيش الزبيب ده انه صغير واسود مش كبير بتاع زي بتاعنا وفاتح. اوكي مكملين برضو هنا، ده البيكون 2 باوند، ده بقى مش ولا متحمص، انا عايزه اوريكم اهو، ده ولا متحمص ولا متملح ولا اي حاجه، ده عباره عن المكسرات كده بحالتها يعني ما فيهاش اي حاجه. ده وهوريكم كمان اللوز وعين الجمل، طبعا ده شوكولاته اللي هي الهوت شوكليت اللي سوري الشوكليت شيب. ده الوالنات اللي هو عين الجمل، ده بكام، ده ب 11 دولار 29 وده 3 باوند. وبرده ده الالمن اللوز 3 باوند برده ب 12 دولار 49، ده اللي موجود هنا يا جماعه اهو. ده زي ما قلت ده مش مملح، ده ما فيش اي في حاجه الملح. انا عايزه اوريكم كمان الزعفران عشان الناس اللي بتسال عن الزعفران اهو، ده الزعفران، ده الزعفران او العصفور ولا ما اعرفش بيقولوا ايه عندنا ايه في مصر، ب 299. وازازه حلوه، وهوريكم برده دي ازازه الفانيليا ب 1399، دي الازازه البيور هنستخدمها في الكنافه والشربات والحاجات دي اهي، دي ب 1399. هحاول اشوف لكم لو هنا في العلبه الكتير الكبيره ولا لا، طبعا ما اعتقدش ان هي موجوده اكتريتها في وقت الاعياد يعني، هما بالنسبه لهم دلوقتي ما فيش خبيث، مش هتلاقي الفانيليا العيدان، بس ممكن لو لقيتها اوريها لكم. فدي الحاجات اللي احنا بنستخدمها في رمضان. انا عارفه ان الناس الجديده ده بتبقى جايه تبقى تقول ايه انواع دي ايه الاشكال دي، القديم هنا عارف ان احنا بنستخدم الحاجات دي ازاي. ربنا يجعل كلنا ايامنا اعياد ويتعاد عليكم يا رب بالخير، واستنونا في حلقات تانية جايه كتير من هاني ومريم في بلاد الامريكان، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.